ثاني جمعة من شهر رمضان المبارك لهذا العام، نسأل الله لنا ولكم القبول، ونسأل الله أيضا لكم السعادة والابتسامة وراحة البال والطمأنينة أينما كنتم تتابعونا مشاهدينا عبر القناة السعودية في برنامج أكلات. اليوم وكل يوم إن شاء الله في هذا الشهر الفضيل رح نكون معاكم في تقديم أشهى الأطباق وألذها من تحت يدين الشيفيين والشيفي اللي معانا، بالإضافة طبعا لتقديم المعلومات الغذائية والصحية اللي بتهمكم خاصة في هذا الشهر الفضيل. بداية مشاهدينا اسمحوا لي أن أرحب بالشيف نسرين معانا ونتعرف على أطباقها لهذا اليوم. هلا وسهلا فيك. اهلا فيك. مباركه علينا وعلى جميع المشاهدين. اليوم راح نعمل فيليه السمك مع حليب جوز الهند، اكله خفيفه ونكهتها كثير طيبه. سلطه الخضار والطحنيه، واخر شيء الحلى اللي هو بلح الشام. بلح الشام حلو، بلح الشام مرغوب كثير أكيد. ومحبوب يعني لدى الكثير. ايضا راح ننتقل ونرحب بضيفتنا اخصائيه التغذيه الاستاذه عبير السوسي. هلا وسهلا فيك. اهلا الله. فيكم. جمعه مباركه على الامه العربيه كلها والاسلاميه. اللهم امين. امين ان شاء الله. موضوع جدا مهم راح نتكلم فيه مع عبير عن احرقان المعده اللي بيحصل كثير نتيجه ل طبعا بعض الاضطرابات اللي بتحصل في الجهاز الهضمي، بيحصل هناك حرقان المعدة. ما هي الأسباب؟ راح نتكلم عن دور التغذية والأغذية المهمة والصحية حتى نتجنب أي حرقان في المعدة. فمشاهدينا بداية نبدأ مع الأكلات الشهية واللذيذة مع الشيف نسرين، ونشوف أي طبق راح تبدأ فيه اليوم. أي طبق حب راح نبلش إن شاء الله في اللي هو فيليه السمك مع حليب الجوز الهند. راح أحكي المكونات أو المقادير. طبعا فيليه السمك، حليب جوز الهند، كزبرة، بطاطا، ثوم، ومكعب مرقة دجاج، وبهارات فلفل أسود، ملح، بهارات مشكلة، وكمون طبعا، وليمون، وجميع البهارات اللي بتناسب مع السمك. ايوه مع السمك بالضبط. طبعا هذه هي المقادير على الشاشة نقراها لهم نسرين. فيليه سمك، حليب جوز الهند، كزبرة، ثوم، بطاطس، زيت زيتون، دقيق، ليمون، كمون، فلفل أسود، ملح، بهار مشكل، نعناع ناشف، مكعب مرقة الدجاج. هلأ رح نبلش. طبعا أنا أخذت فيليه السمك نقعته بالبهارات اللي أنا حكيتها كلياتها، مع النعناع الناشف، مع الليمون، مع الثوم، مهروس. أقل شيء يعني أقل شيء ساعتين. أنا حضرته من قبل بيوم من امبارح. وهلأ رح أول شيء نبلش إنه نحط عليه طحين عشان نقوم بعملية اليوم. خليني أتأكد. نحمي الزيت شوي على النار. تبغي حامي الزيت مرة ولا أكيد يعني إنه زي القليل العادي يعني. زي القليل العادي يعني يحمى معنا شوي. إنه يكون يعني متوسط، إنه لا ينحرق من برا من جوا يعني يكون مش مستوي، ولا إنه يطول ويشرب زيت. حلو. والسمك بيتشرب بسرعة يعني. طبعا الطحين عشان يعطي طبقة. والسمك طبعا بتفتفت، فلازم يكون له طبقة انها تدعمه وتقويه شوية لما بده ينقلع، لما بده ينطبق. صحيح. تعطي شوية سمكة لسه، خلي شوي لسه، خلي شوية. أيوة. طيب. خلينا هلا راح ابلش في التتبيلة او الصوص اللي راح ينحط على السمك. السمك بالضبط. طبعا الصوصات كثيرة والخيارات موجودة واسعة أمامنا، لكن إحنا مهم جدا أن نحرص على اختيار شيء صوص يمشي مع نكهة السمك نفسها. هلا القليل من الزيت، بنحط شوية زيت زيتون، وحنحط الثوم نشوحه. كمية منيحة من الثوم بحدود لكل كيلو سمك تقريبا راس ثوم مقطع دوائر. هلا الثوم اللي في نقع السمك رح يكون مهروس، بس اللي بالصوص رح ناخده إحنا دوائر. جميل. إذا حطينا زيت زيتون ومعاه الثوم، راح نقلبه ليتشوح ويتدبل. طبعا أنا محضرة وقالية السمك، بس راح أقلي كمان قدام. راح بطاطا مقلية دوائر، راح نرصها بقاع الطبق. برضو بتعمل حماية، طبعا هو انه مكمل للطبق، وبرضو بتعمل حماية للفيليه. جميل. انه ما يلزق. بتعطينا طعم حلو كمان. أكيد. البطاطس مرغوب مع السمك كثير يعني بتناسب معه. صح. هيك
هنا الطبق معانا عبير مكتمل القيمة الغذائية، بروتين ونشويات، طبعا من اللحوم، سمعت من اللحوم الجيدة، طبعا اللحوم البيضاء صحيح، كالسيوم وأوميجا 3 مفيد جدا للجسم، ومن الدهون اللي بيحتوي على دهون غير مشبعة، يعني مش زي اللحمة الحمراء يعني. صحيح، دائما مثل ما قلنا السمك لو نحب رمضان انه يفضل على الفطور عشان بالضبط عشان ما يتسبب بالضبط كقيمه غذائيه، يفضل مره مرتين في الاسبوع مش اكثر، عشان لا السمك بيعطش، بس اذا اخذناه على الفطور وشربنا كميه سوائل كويسه ان شاء الله باذن الله تعالى يكون كويس. حنضيف هلا الكزبره، برضه كميه الكزبره راح تكون كبيره ومقطعه بشكل خشن كبير، وحتى ممكن انه نضيف السيقان فما بدي انا تكون يعني ما يكون ورق الكزبرة بس مع السيقان. أيوة. خشن تكتير يعني كامل، حتى ممكن مع السيقان بتعطي برضو شكل كويس. هنقلبهم حلو، إذا أضفنا زيت زيتون مع الثوم مع الكزبرة. إحنا بتجينا طلبات كثير إنه يعني خلينا شوية شوية بعملية المقادير، وإحنا هنكون شوية شوية حريصين معاكم عشان تركزوا معانا أكثر. طبعا هنضيف ملح، فلفل أسود وبهار مشكل ومكعب من مرقة الدجاج. طيب نحركها بالطريقة هذه. توقع السمك صار، الزيت صار ساخن، هنا الزيت حمي معانا فصار أضفنا له فيلي السمك. يعني خلنا اكملها، ما حياخد وقت طويل عن النار انه بس يحمر الدقيق وخلاص. هلا بس تدبل شوي، انا ما بدي كمان يعني انه يذوب ويتغير لون الكزبره. راح نضيف لها حليب جوز الهند، حليب جوز الهند بحدود 2 كوب للكيلو. طبعا انا يعني بدي يكون في صوص او انه كميه السائل تكون اكثر من كميه السمك، لانه راح يتاكل مع رز فما بدي تختفي كميه الصوص كلياتها. طب هنا نسرين يعني خلينا نقول قطعتين فيليه، كم علبه واحده بتكفي؟ انا مو قطعتين، انا كيلو، انا هيني محضره هون. عرفت علي انه هاي بس يعني كيلو تقريبا، كيلو انا 4 صدور او 5 كيلو يعني. اوكي كيلو، انه لانه الفيليه بيجي طبعا بالكيلو، كيلو فيليه تقريبا حزمتين كزبره، راس ثوم اللي هو المقطع، النقع مو مشكله انه الكميه انت تتحكمي فيها، انا بحكي بالنسبه للصوص، واثنين كوب، اثنين كوب من الحليب جوز الهند. حليب جوز الهند حياته تست حلو مع السمك يعني يمكن ما تتخيل الحليب جوز الهند، اجربه بالاكل انا رجب البودره، فالسائل هذا جديد علي عشان هيك بدي اسالك. كنت على السائل بتعرف البودره بيعطي نكهه لسه افضل كمان، لانه هذا تحسيه خفيف، بس انا لا يعني للسهوله، وانه الواحد ممكن مش كل الناس تعرف البودره. انا بستخدم البودره بالضبط. كيف بتستخدميها عادية؟ بحط ميه، بدوي بميه مع ملعقه على حسب كميه الطبخه طبعا، ومع ملعقه كبيره من جوز الهند، وبدوبها بعدين بديرها على الاكل. كل كاسه معلقه، انا احيانا بتقلها عشان تعطي نكهه، وبعدين معروف انه المطبخ الاسيوي بيشتهر بالتحريات وبحليب جوز الهند. بايش ممكن كمان نضيف حليب جوز الهند غير للسمك؟ فيش للشوربات البحري يعني، لغير السمك ممكن، حتى في الصالونات برضه الهنديه احيانا بيدخلوا فيها زيت جوز الهند. عرفتي اللي هو برضه بتيجي مع اللي هي صوص البندوره، بيضيفوا له شويه جوز حليب جوز الهند بدل الكريمه، بيعطي بدل الكريمه بالضبط بالضبط. هلا رح نصف، بغلنا نجرب. طيب رح نصف الفيليه سمك، نصف الفيليه سمك، هنا كمان حليب جوز الهند عبير نفس القيمة الغذائية اللي بشجرة جوز الهند بيحملها. لا صراحة لا لأنه هو أكثر شيء فيه يعني مصنع. لا الجوز الهند الطبيعي اللي بتشربيه وتشربي ميته وبتاكليه، لا قيمته الغذائية بتكون أعلى. بس البودرة بتعطي نكهة للأكل مش أكثر من هيك، نكهة بس في قيمة جميلة. لا ما فيش قيمة غذائية كثير عالية، في عبارة عن أغلبها مواد جافة ومصنعة عشان تعطي النكهة اللازمة للطعام بس. خليه يغلي بس غلوة بسيطة، ممكن يكونوا كمان هذول نلحقهم لنفس الطبق. يعني
طبق كثير سهل وبسيط، هو بس مجرد انك تجهزي المكونات. القلي هو اللي بياخذ اكثر شيء وقت بالضبط. هلا راح امسك الصوص، راح احطه اغطسه، وهنا الكزبرة راح تعطينا تست مره لذيذ مع الطبق، يعني ما تتخيلي شو متناسقين مع بعض. الكزبرة صحيه جدا كمان، اكيد قيمتها الغذائيه عاليه وصحيه وغنيه بالحديد. شم نكهه يبغالنا نجربها جوز الهند. اي مصرين يبغالنا نجربها ان شاء الله. يعني رمضان كريم ولا كان، يعني تفضل. اهلا وسهلا فيكم. تفضلوا اكيد. طيب طبعا راح نحط عليه القصدير ونحطه بالفرن 10 دقائق ربع ساعه، يعني ما بين 10 دقائق لربع ساعه، لبين ما انه بس يا دوب يشرب شويه، انه يتكثف الصوص ويشرب شويه صوص طبعا. ومن الطحين الموجود على السمك راح يعمل على تكثيف برضه حليب الحليب، فراح يصير عندنا زي مبدا الكريمه، يعني حيكون قريب مش بشاميل يعني، بس انه شوي يعني خفيف زي كيف الماشروم صوص وهيك شغلات. حلو نحطه بالفرن. طيب عبير، قلنا حنتكلم اليوم عن موضوع حرقة المعدة اللي بتحصل. ليش بتحصل حرقة المعدة؟ هو عبارة عن ارتجاع للطعام من خلال الفم تبع المعدة. الطعام اللي احنا بناكله بتكونش تهضم، افراز الحامض بيصير بعد هيك، بيصير عندنا ألم في الصدر على حسب نوعية الطعام طبعا. الشخص اللي بياكلها، لا حنحكي أطعام لازم الشخص يتجنبها، طب بسبب حرقة المعدة انه ارتجاع الطعام عن فم المعدة، فبسبب الآلام، هذا بصير افراز الحامض في المعدة فبسبب الألم وبسبب الحرقات تبع المعدة. جميل، اذا هو الحامض هذا القوي اللي بالمعدة بتفرزها المعدة، هو بيكون سببها. طبعا بيكون اكثر شيء الناس المعرضين للسمنة، المرأة الحامل نتيجة ضغط الجنين على المعدة وضغط البيبي على للأم بصير عندها الحرقة دائما تكون مصابة. السمنة، الأشخاص اللي ما عندهمش نوع غذاء صحي سليم، يعني ممكن يصحوا من الصبح على طول يروحوا يتغدوا، ما يبدأوش بوجبات خفيفة أو يبدأوش بوجبات خفيفة على المعدة. الناس اللي بتكون أكتر إشي عندهم كمان بياكلوا كتير سبايسي وكتير بهارات وكتير حاجات حراقة، برضه بيكون معرضين أكتر لحرقة المعدة. طبعا في اعتقادات كتير، ناس بيقولوا لما أشرب لي كاسة حليب حترتاح معدتي. هلا أثبت الدراسات إنه هذا الحكي مش صحيح. مو صحيح هذا الكلام. مو صحيح، حترتاح معدتك لمدة 10 دقائق. الحليب بيحتوي على مواد خاصة، الحليب كامل الدسم بتحتوي على مواد حمضيه بتزود الحموضه في المعده، بتزود بالضبط، فبتؤدي لافراز الحامض اكثر، بتؤدي بعد هيك انك ترتاح لمده 10 دقائق وترجع تتعب ثاني مره. غريبه هذه بنسمعها دائما. ايوه، في حاله اذا بتحب تاخذ حليب، الحليب بيريحك نفسيا او اعتقاد عليك، الافضل انك تاخذ حليب خالي الدسم عشان تكون نسبه الحموضه فيه اقل، ولما نجي نشربه ما بيكونش فيه افراز الحامض تبع المعده والحموضه اللي موجوده في الحليب، بيجيب لك مشاكل اكثر. بالضبط. ممكن كمان ناخذ على انا بعرف ولا ما طالع الخيار كمان انه من النوع او الخيار بخفف من الاشياء الكويسه للمعده. صح الحكي. طبعا الاشياء كمان ممكن تاخذ لك لوز النيب قشره، ممكن تقول لك ثلاث حبات لوز على للمعده، كثير مريح للمعده علشان بيكون هي في ماده قلويه وحمضيه فبتناسب. جميل، انت بتتكلم هنا اذا صارت الحرقه ايش ممكن احكي الاشياء اللي لازم نتجنبها. حنشوف كمان ايش المواد الغذائيه اللي ممكن ناكلها، لكن خلينا نشوف هنا نسرين تبغى تقدم لنا طبق سلطه، ومثل ما ذكرتوا يعني ان الخيار ايضا مهم، خيار اشياء كويسه بنعمل المعده. اكيد طبعا احنا الخيار او السلطه بتتكون من الخيار، سلطه طحينيه بالخضار، اي سلطه او اي سمك بناسبه دائما شغلات الطحينيه متعارف عليه. في نوعيات كمان اخرى بس انا حبيت اسوي فيها خضار اليوم، اللي هي خيار، طماطم، لبن زبادي، بقدونس، طحينيه، واللي هو النعناع أو ليمون. إذن هذه هي المقادير، سهلة بسيطة متوفرة. هايدها مرة تانية، خيار، طماطم، طحينية، لبن زبادي، بقدونس، نعناع، ليمون. هلأ طبعا كالعادة إنه بنطبق أول إشي الخضار، هنحط الخيار، الطماطم، البقدونس، آخر شيء النعناع. هنقلبهم شوي، هنعملهم الصوص طبعا على جنب، معروف لانه الطحينيه راح تكبتل اذا حطيناها على طول. حنحط عصره ليمون، دائما صوص الطحينه يعني نسوي لحاله على جنب. اكيد بعدين نضيفه على الاكل، بعدين نضيفه على الاكل.
وهذه فيها تغيير شوي نسرين لانه متعارف عليه كمان هي البقدونس مع هاي احنا بنحكي لها بقدونسيه هذيك حسويها ان شاء الله في حلقه من الحلقات مع السمك رسمي يعني مش فيلا بس هذه تغيير شكل يعني اكل وهشيلها تخلص الصوص اللي احنا بنعرفه تغيير طيب بس خلاص انتوا انت قلتي انه دائما برافق السمك بالطحينيه دائما بالطحينيه طبعا حتى سلطه الطحينيه بالبقدونس كل بلد لها طريقتها حنضيف الطحينه احنا بنحط خيار عليها بندوره ولا خيار ولا بندوره اللي هي البقدونس هي وبقدونس هاي البقدونسيه هذه البقدونسيه احنا بنعملها حتى في اللي هيك برضه بتيجي سلطه يعني رئيسيه مع سندوتشات الفلافل اللي هي بتكون بندوره ومع الطحينيه كمان ممكن طبعا ايش حضيف انا الزبادي بجوز كثير في ناس تستغرب او انه ليه لانه هو اللي بيعطي اللون البياض للطحينه ما يخليها تكون الزبادي عادي بيمشي احيانا في ناس بتحسسوا نسرين من الزبادي مع السمك مش نظريا مش صحيحه برضه مو صحيح بالضبط لا مش اذا انت عندك حساسيه من السمك هذا شيء ثاني بس في كثير ناس ممكن ياكل لبن مع السمك مع الصيادية ما في اي لا مش حقيقي ان الواحد إن لما انا اكل سمك وانا اشرب منتجات الحليب ومنتجات الالبان لا هذه النظريه برضه كثير عندنا نسمعها كثير من الاشياء الخاطئه اللي كنا نسمعها من ايام من اهالينا من زمان صحيح بتكلش السمك مع اللبن انه بيعمل حساسيه وبياثر عليك لكن طبقتها يعني انا وشفت ناس كثير غيري بطبقها فهي لا هي عادي ما فيها تاثير شايفه راح تعطي اللون الكريمي والملمس الكريمي اما لما بدك تحطي الطحينيه لحالها راح تكون هو اللون حلو كمان بس معلش حشوف بس اشيل السمك طيب لما نشيل السمك ونرجع للصوص خلينا مشاهدينا ننتقل لهذه الماده اللي حتتكلم عن ايضا عنصر غذائي مهم جدا وهي نوع من انواع الخضار الورقيه اللي هي السبانخ كيف احنا بنعتني بالسبانخ كيف طريقه حفظ السبانخ ايضا خلونا نتعرف اكثر على هذا الموضوع مع الشيف محمد قاسم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من أسواق الخضار النهاردة نتكلم على ملك الخضروات في رأيي أنا بتكلم عنه ملك الخضروات أو ملك الورقيات هي السبانخ بشكل عام السبانخ فيها ميزات كثيرة وفيها فيتامينات كثيرة أهم عنصر فيها هو عنصر الحديد بشكل كبير الناس عندها نقص في الحديد تأكل السبانخ بشكل كبير نقول بسرعة على فوائد السبانخ أهم سبب إن هي تؤخر ظهور الشيخوخة المبكرة عند السيدات والرجال سيان بتؤخر ظهور الشيخوخة المبكرة عند السيدات وعند الرجال في نفس الوقت يبقى أهم عنصر إن هي بتأخر الشيخوخة تاني عنصر إن هي عنصر قوي بتساعد على تنشيط الدورة الدموية لما فيها من ألياف طبيعية بتحافظ على جدار المعدة في نفس الوقت بتقوي الذاكرة عند الأطفال أنصح السيدات اللي عندها أطفال تأكل أطفالها السبانخ بشكل مستمر إن السبانخ بتنشط الذاكرة بشكل كبير استخدمها في الفطائر نستخدمها كطبيخ نستخدمها كممكن نعمل بها سمبوسة ممكن نعمل بها عجينة الكيش لوريان أرجو أنكم استفدتوا من معانا النهاردة من عنصر السبانخ لازم أقل حاجة مرتين في الشهر ناكل السبانخ علشان نستفيد بالعنصر الغذائي بتاع القلى وهو الحديد ان شاء الله تكونوا استفدتوا معانا ونشوفكم في تقرير جديد ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اذا شكر للشيخ محمد قاسم على كل المعلومات اللي اعطانا اياها، واكيد القيمه الغذائيه اللي بتحملها السبانخ كبيره ومفيده جدا مثل ما ذكر في الماده. راح نرجع الحين لنسرين ونشوف طبق السلطه والصوص صار جاهز. هلا احنا طبعا حطينا زيت زيتون، الملح حطينا مع الصوص. سوري، اذا هنا فعلا الصوص صار لونه ابيض من اللبن الحمص. الزبادي صح، مثل الحمص صح كلامك، حتى نكهته بتفرق كثير من الطحنية اللي لما تكون لحالها. وحبيت فكرتها السلطة نسرين، يعني غير اللي احنا متعودين عليها مع البقدونس لحال. احنا هذيك بنستخدمها انها يعني كصوص، هذي بنسميها عنا فتوش، فتوش بطحينة في بلادنا. فتوش بطحينة طبعا هي راح تكون تحسيها انها شوي ماسكة، زي ما قلت انا سلطات اللبن اللي بتدخل فيها اللبن اولها بتكون شوي ناشفة او ماسكة على طول، لانه الخيار الطماطم كلها هاي راح تنزل مي مع امتزاجها بالليمون، راح تكون تعطينا اللي هو الصوص تبعها. اسكبها. اذا الصوص مرة ثانية اللي هو حطيت الطحينية، الطحينية لبن زبادي ليمون ملح ليمون طبعا، وزيت الزيتون بنضيفه للسلطة. ممكن إذا كانت يعني إنه مثلا ممكن تكون الخضار نفسها مش مستوية منيح زي الطماطم زي هالشغلات ما بتنزل مثلا مي، بنقدر نحط شوية مي باردة عشان تعطيها يعني سيولة. بتوقع كده شكلها حلو. هي شوية وراح يعني تنزل كل المي تبعتها. حلو، هنا السمك بالفرن معانا والسلطة جاهزة صارت. ايش حطيت على الوجه؟ ايه بعده لسه لزينة. طيب شيء بسيط نعطي شكل. هنا السلطات بتلعب دور في عملية حرقة المعدة عبير حسب نوعية الخضرة اللي بناكلها، ممكن تزيد او تهيج المعدة. لا الطحينية ممكن تزود. ايه هي بس حطت الحلو فيها ان حطت لبن معاه، يعني لبن ممكن يسوي يريح شويه، بس هو من الاشياء الطحينيه واللبن الاشياء هاي ممكن تسبب حرقان عندنا للمعده. طبعا من الاطعمه اللي بتسبب حرقان المعده الشيبسي، المشروبات الغازيه، السبايسي مثلا، البهارات والاشياء الحراقه، الاكل زي الفلفل الاحمر والاشياء اللي بتضيفيها مع اكلك او اللي بتاكليها من غير اضافات. نكون كثير حريصين انه لما المقالي الحاجات المقليه بده بتسبب حرقان للمعده. طبعا في بعض الاطعمه زي البصل زي البندور او الصوص البندوره او الصوصات الحمراء ممكن لا تكون تاثير سلبي برضو على الحرق، يعني ممكن معدتهم حساسه ما يكثروا الصوصات او الصلصات هذه. أيوة، يعني الكميات اللي ياخذوها يكونوا كثير عارفين كويس ايش الكميات اللي ياخذوها عشان ما يكونش عندهم حرق، بتسبب حرقان اكثر وبتسبب اوريدي عندنا الجدار تبع المعده صار عندنا في عند الغشاء تبع المعده صار اوريدي في تلف علشان التكرار الزايد للاطعمه هذه. فالاشخاص اللي بيصير عندهم حرقان للمعده اذا عدى ثلاث مرات فيهم بالاسبوع لازم يروحوا على دكتور يتعالجوا أكثر من ثلاث مرات. خلاص صارت حالة مرضية، حالة مرضية لابد لازم يروح على الدكتور عشان يسوي عمل منظار له ويشوف ايش الأغذية المناسبة له، ايش الأطعمة المناسبة، الأطعمة لازم يتجنبها وغير الأدوية اللي ياخذها عشان تساعده انه ما يكونش عنده حرقان او احساس تبع متعب بعد كل وجبة انه يكون عنده حرقان. فهذا الحاجة المهمة كثير، لازم يروح بعد اذا صار اكثر من ثلاث مرات عنده في الاسبوع حرقان للمعدة فلازم مراجعة الطبيب. حلو، ولابد هنا ينتبه على نوعية الأطعمة اللي ذكرتيها، النوعيات هذه كلها بتسبب او بتهيج المعدة. جميل. خلينا نرجع لنسرين ونشوف هنا حتنتقل لأكلة ثانية من أكلات اليوم. هي طبق الحلو. طبق الحلو اللي هو أصابع زينب، بلح الشام، وبيحكوا له كمان أصابع زينب. هلا طريقته كتير سهلة وما فيها مكونات كتير، بس الفكرة هي إنه ليطلع بالشكل المثالي والمقرمش وهي الشغلات إنه ينقلب زيت بارد. حلو. يعني عكس أي إشي تاني بنقلب زيت بارد، والدفعة الأولى مثلا بنرد بنبرد الزيت بترد بتقلي الدفعة الثانية عشان ما يحمر بسرعة من برا ومن جوا يضلوا عجين مش مستوي وممكن يحمر على طول، إنه حتى لو قرمش كمان شوي بتلاقي راح يعني مختلفة يحبط. عن طريقة القلي العادة بنقلي عادي بتصغري معلومة جديدة. هلا راح أحكي المقادير. 1 كوب دقيق، 3/4 كوب ماء، ربع طبعا انا حطيتهم هنا مع ربع كوب زيت، فانيلا، 4 بيضات، وطبعا قطر للتقديم، ومعلقة نشا اكيد شيرة، ومعلقة نشا. بعيد المكونات مرة ثانية، اللي هو كوب دقيق، 3/4 كوب ماء، ربع كوب زيت، 4 حبات بيض، فانيلا، زيت للقلي، قطر، ملعقة نشا، ورشة ملح. طيب هنبدأ بإيش بالضبط؟ هلا الطحين. طبعا
لا حطينا المية والزيت على النار لبين ما يغلو، حطيت لهم رشة الملح. راح أمزج النشا مع حطيت المية مع زيت مع بعض؟ مع بعض طبعا. في بتعرفي في عجينة الشو مشهورة كتير، هذيك يعني نفس المبدأ بس هذيك بتتعمل بزبدة بس هذا الفرق، وما بتنعمل بالمرة بالزيت. اللي هي عجينة الشو بقولوا لها، اللي هي العجينة الرئيسية للباستري اللي هو زي الدونات زي ال طب هنا حطيتي مويه؟ حطيت مية وحطيت الزيت، لازم يغلي. بس تغلي حنضيف الطحين، وراح نضيف الطحين والنشا مع بعض ونضل نقلبهم لتصير عندنا كتلة عجين. ممتاز. هنا كم حطيتي مويه؟ ثلث ربع كوب مع ربع كوب الزيت، فمعناتها السوائل راح تكون كوب سوائل مع كوب اللي هو الطحين او المواد الجافة. حلو، كوب بكوب يعني. حنتركها بس تغلي لانه ما بصير غير ايوه انها تغلي. هنا كمان الحلويات ممكن تعمل حرقة عير وتزود إذا كان واحد معه أوردي حرقة بالضبط، خاصة الحلويات المقلية وفيها قطر صح. سكريات والحلويات برضو من الأشياء اللي بتسبب تزود إذا كان واحد معه حرقة يتجنب بالضبط، لازم يتجنب. طب إيش المواد الغذائية اللي ممكن الواحد يأكلها سواء خضرة أو غيرها ممكن تخفف من الحرقة؟ الخضروات طبيعتها كلياتها كويسة، وفي بعض طبعا أنواع الفواكه بس اللي بتعد عن الفواكه الحمضية لأن هاي بتسبب حرقة للمعدة. إن كنت حريصين للشخص اللي عنده حرقة في المعدة لازم يأخذ وجبات متعددة، يعني ما يركزش على وجبات رئيسية ووجبات ثقيلة في اليوم، لا يأخذ وجبات الرئيسية كميات خفيفة وبعد هيك يأخذ كمان ثلاث وجبات خفيفة. يعني يأخذ تقريبا من 5 إلى 6 وجبات في اليوم، وجبات خفيفة كل ساعتين. هذا الشخص اللي عنده حرقة في المعدة لازم تكون وجباته منتظمة. آخر وجبة يأخذها للشخص اللي عنده حرقة في المعدة تكون من 3 ساعات لـ4 ساعات قبل النوم. ممتاز. لأنه الإنسان علشان يكون نايم مرتاح وما يصيرش عنده مشاكل ويصحى من نومه متأذي من حرقة المعدة، صح. لازم قبل آخر وجبة ياخدها على الأقل 3 ساعات. ممتاز. كمية المية يكون كتير يشربها كويسة، من معدل 8 كاسات مية. مهم جدا انتبه. طب خلينا نشوف هنا نضيف غليت معنا المية زي ما انتم شايفين، حنضيف الطحين دفعة واحدة وحنحرك. ضل نحرك الطحين هنا ما حيكتل معنا، حتصير معنا انه عجينة. عجينة طيب. نضلنا نحركها لحد ما تتشرب كل الطحين. طيب مع بعض حطينا مويه 3/4 كاسة مع ربع كاسة زيت وكوب طحين ومعلقه نشا. معلقه النشا عشان تعطيها اللي هو التماسك المقرمشه. القرمشه غلت المويه هنا غلت اكيد خلية. لازم خلينا مع رشه الملح طبعا حطينا الملح، معروف انه بيعادل طعم الحلاوه الموجوده فيه طبعا الطبق نفسه. تشربت معنا. هلا ما بس طبعا رح نضيف البيض، بس اول اشي لازم نبرد العجينة لانه رح اذا حطينا البيض وهي سخنة رح ينطبخ البيض معنا. طب هنا شوي يبغى لها تبرد العجينة. اكيد هلا انا مع التحريك تبرد شوي. ايوة انا بدي ابلش يعني اسخن الزيت بس كمان شوية لانه لازم يكون الزيت بارد بداية سخونته، يعني يكون بارد. بتقلى معانا بتصير احمر مع الزيت البارد؟ ما هو راح يعني يحمر بعدها انه راح تزيد درجه الحراره بس انه لما ينحط بالبدايه خالص نحطه بارد حيضل بارد على طول. يعني هلا استوعبت. حنبرد العجينه عن طريق نبردها اذا تطلع البخار. اذا هذا القوام الصح للعجينه كذا لازم تكون لسه هذه اللي هي مبدئيا فيها شويه سخونه. حنكمل شوي هلا حنصير نضيف بيضه واحده علشان بس تختفي الاولى بنكمل الثانيه على نار على تحريك واحده لبين ما تختفي. طريقة
فانيلا اخر شيء حطيتي بحدود ملعقه صغيره تقريبا. طيب اذا هنا عمليه خفق نستمر في عمليه الخفق حتى نحصل على القوام بسرعه. انا هسرع هون بتصير معنا عجينه زي عجينه كريميه. الأشياء هاي ما بعرف أعملها، ما بعرف أعملها أشياء هاي، بحس إنها بدها دقة كتير متناهية، أي خربطة فيها بتخرب العجينة. بس سهلة طريقتها عبير، يعني هي سهلة طريقتها اللي حكتها سهلة. بس القريبة البيتي فور بلشت تلف، لما تبلش تلف هيك على المضرب معناتها أخذت، شايفة؟ صح، معناتها خلاص ضبطت. أكيد يعني. لما كذا تلف بتعطينا على نفس المضرب وتخلص. أكيد باستخدام طبعا كيس الحلواني. حلو نستخدم عاد، ومثل ما قلنا الزيت ما يكون حامي كثير. أيوة. هو شوي شوي حيحمى وشوي شوي حيعطينا المطلوب. انا بس حاعمل كميه بسيطه عشان معانا بس صار دقيقه راح ننتهي وقتنا. طيب هالطريقه بس حلو شكلها طالع فعلا ظابطه وهي مجهزه ما شاء الله. انا اكيد دائما بتجهز مجهزه الشكل النهائي لها، بس توري للمشاهدين كيف طيب. طبعا حلو زي ما قلت الزيت بارد، انا ممكن احط اصبعي فيه. اي حنبلش ننزلها وباصبع بالضبط. نعم اصابع بسموها احنا بلح الشام. أيوة بلح الشام. اعتقد اصابع زينه هذيك غير شيء ثاني، احنا عندنا بنسميها شيء ثاني اصابع زينه. خليني هلا يعني تقريبا زي هيك راح تشوفي كمان شوي راح يتضاعف حجمها. طبعا البيض لانه موجود بينفخ كل المكونات. حلو هنا طبعا نتركها شوي شوي. اذا هنا حتاخذ وقتها حتنفش. اكيد حتنفش هلا راح هي بلشت تنفش طبعا. بنطلعها وبنحطها بالقطر. بنطلعها من الزيت على طول في القطر. وانا مجهزه يعني هاي نفس اللي استخدمتها نفس الحجم، بس بعد ما بتنفش وبتصير حجمها زي طيب. هيك السمك خلينا نشوف أنا. السمك شكلها لذيذ صراحه ومشهي ومشهي كمان يعني. طبعا حلو كثير تزيين هاي الشغلات. هنا معنا السمك خلاص يعني ما اخذ كمان وقت طويل معنا. اوريدي مستوي السمك صح. ايوه بالضبط البطاطا مستويه بس علشان الجزء الهندي يعني صراحه مشهي والريحه تبعته عن جد كثير. ممكن انا استبدل السمك بالدجاج ولا ممكن بس انه هاي يعني خلاص السمك. ايوه عشان الكزبره والثوم هاي الشغلات انه بتحسها تتناسب اكثر شيء مع السمك. طيب يعطيك العافية نسرين. الله يعافيك على الشكل النهائي هذا للطبق. حسب ايديك رائع صراحة ومشهي يعني. يعطيك العافية نسرين. الله يعافيك. تسلم الأيادي. وأكيد عبير نشكرك على وجودك معنا. إن شاء الله يكون الوقت أمدانا نعطي كل المعلومات للمشاهدين. إن شاء الله. شكرا لك. شكرا لك نسرين. أهلا وسهلا فيكم مشاهدين. بهذا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم. إن شاء الله تكونوا أكيد طبقتوا وحتطبقوا كل الأكلات هذه اللذيذة والصحية وتطبقوا كل المعلومات اللي عطيناكم إياها من خلال برنامجنا. نتمنى لكم طبعا صياما مقبولا وإفطارا شهيا. في حاجة بس إنه شوف بس لو شوي الكاميرا هون يشوفوا كيف بلشت تنفش. بلشت تنفش. أوكي صياما مقبولا وإفطارا شهيا للجميع مشاهدينا. غدا حيجدد اللقاء. مع السلامة.